نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية أبو الفتوح التابعة لمركز كفر البطيخ ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقال مدير مديرية الصحة بدمياط السيد عبد الجواد إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا. ضمن مبادرة حياة كريمة موجودين في عزبة أبو الفتوح التابعة لمركز كفر البطيخ. القافلة العلاجية من أهم المبادرات أو الخدمات الصحية اللي تقدمت في الفترة الأخيرة، خصوصا بعد انضمامها لمبادرة حياة كريمة. القافلة العلاجية بتمثل الجزء الصحي للمبادرة الرئيسية. القافلة العلاجية بتستهدف الأماكن الأكثر فقرا واحتياجا للخدمة الصحية واللي بتبعد عن أقرب مستشفى مركزي بمسافة لا تقل عن 15 كيلو متر. القافلة العلاجية بتقدم العيادات التخصصية. عندنا النهارده 12 عيادة تخصصية إلى جانب عيادة تنظيم الأسرة. عندنا كمان عيادة الكشف المبكر. عندنا كمان المعمل اللي فيه أكتر من 40 تحليل. عندنا الأشعة العادية والأشعة بالسونار. كل الفحوصات دي بنوفرها علشان نسهل على الطبيب الأخصائي الموجود اتخاذ القرار السليم تجاه المواطن. قسم معلومات من أهم الأقسام الموجودة في القافلة، لأن بنتخذ عليه القرارات الصحية القادمة. المريض بعد ما بيسلم تذكرته للصيدلة احنا بنستلمها وبنسجل البيانات بتاعته، بنسجل ما فيها من علاج وتحاليل، ولو في مثلا أشعة، لو في تحويلات للمستشفيات. في نهاية القافلة بنجمع الداتا ديت وبنتخذ عليها بعد كده القرارات الصحية للمنطقة.